النهارده هنحيي مع حضراتكم ذكرى ميلاد المخرج والكاتب المبدع رضوان الكاشف ابن حي السيده زينب، اللي وصفت اعماله بالواقعيه القاسيه في بعض الاحيان واحيانا اخرى بالواقعيه السحريه، حتى اصبح من ابرز مخرجي السينما المصريه وليه عدد كبير من اعماله السينمائيه داخل قائمه افضل 100 فيلم في ذاكره السينما المصريه والعربيه. دلوقتي نتعرف مع حضراتكم على ابرز المحطات في حياه الراحل رضوان الكاشف. تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج والكاتب رضوان الكاشف الذي وصفت أعماله بالواقعية القاسية وأحياناً بالواقعية السحرية حتى أصبح من أبرز مخرجي السينما المصرية. ولد رضوان الكاشف في حي السيدة زينب بالقاهرة في 6 أغسطس 1952، وتعود جذوره إلى صعيد مصر بمحافظة سوهاج. حصل على ليسانس الأداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1978، ثم التحق بمعهد السينما وتخرج منه عام 1984، حيث كان الأول على دفعته. بدأ الكاشف مشواره السينمائي بفيلمه القصير الجنوبية الذي حصل به على جائزة العمل الأول من وزارة الثقافة عام 1988، تلاه فيلم ليا بنفسج الذي قدم صورة واقعية مؤثرة واحتل المركز 55 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، ورقم 90 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما العربية. أبدع الكاشف أيضاً في فيلم عرق البلح عام 1998، والذي يعد من الكلاسيكيات، حيث تناول حياة المرأة في الصعيد بأسلوب فني مبتكر وقدم صورة معبرة عن المرأة المكافحة والحالمة والمقهورة. وفي فيلمه الأخير الساحر عام 2001، اعتمد الكاشف على منطق الأحلام لتقديم تجربة سينمائية جديدة وممتعة، وعرض الفيلم قصة ساحر يسعى لإدخال البهجة في حياة المهمشين، وحقق النجاح بفضل أداء متميز من محمود عبد العزيز ومنى شلبي. عمل الكاشف كمساعد مخرج في حوالي 20 فيلماً مع كبار المخرجين مثل يوسف شاهين ورأفت الميهي وداود عبد السيد. توفي رضوان الكاشف في 5 يونيو 2002 عن عمر ناهز 50 عاماً إثر أزمة قلبية بعد عودته من مهرجان روتردام في هولندا، والذي شارك فيه بفيلمه الأخير.